ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عند اجتياحها مدينة تعز وضعت خطوطاً عريضة تسعى لتدميرها والقضاء عليها. أحد هذه الخطوط العريضة هي منابع الفكر والعلم والثقافة في المدينة، وبالفعل تهيأت لها الظروف وحولت المدارس والمنشآت التعليمية إلى سجون وثكنات عسكرية ومخازن سلاح لها، ولم تغادرها إلا بعد أن حولتها إلى ركام. لم يكن اجتياح ميليشيا الحوثي وصالح لمدينة تعز كما روج من أجل السيطرة وبسط النفوذ، بل كان اجتياحا مبنيا على ثقافة الحقد والكراهية والانتقام من مكتسبات هذه المدينة ومن أبنائها. الشواهد المنظورة لمعالم الدمار والخراب تؤكد صدق القول وتفند خلاصة ذلك التوجه. هنا تحت هذا الركام كان منبر فكر ومورد علم ومصنع أجيال، اجتاحته الميليشيا وحولته إلى باحة حرب ومقر صراع. مدرسة أروى تعتبر منبر من منابر مدينة تعز الحالمة ومنبر للثقافة والعلم. في السنوات الأخيرة تقدمت مدرسة أرواء وأصبحت لا تمثل مدرسة بل أصبحت تمثل كجامعة خاصة فيها كل مصادر التعلم، مجهزة بأحداث التقنيات الحديثة. كان يوجد لدينا فيها معامل للكمبيوتر، معامل للعلوم، معامل للإنجليزي، مصادر للتعلم، معمل للتدبير المنزلي، مكتبة ضخمة تضم أنواع الكتب النادرة التي لا توجد في مدارس أخرى. أروى خرجت كوادر لا تنسى، أروى بطاقمها التعليمي، أروى بكادرها، أروى بكل شيء فيها، أروى باسمها، أوصلت الجميع إلى مراكز عالية. من سنة 1963 بدأت التعليم فيها وتخرج منها الكوادر، الطبيب والمهندس والعقيد، جميع الفئات التي تعمل الآن في تعز. في النصف الأول من العام 2015 اجتاحت ميليشيا الانقلاب باحة المدرسة كما اجتاحت مدينة تعز برمتها. لم تفلح جهود إدارة المدرسة في كبح جماح ذلك التوجه الذي لم يمهلها لاستكمال إجراءات تقديم الاختبارات النهائية لذلك الفصل الدراسي، وأبت إلا أن تترجم صلفها بشكل دخيل على هذه المدينة لم تعهده من قبل. كان الوضع مزري جدا، الخوف والهلع يسيطر على المدرس والطالب والمدير والإداري. طلبنا من المدرسات بصورة عاجلة كتابة الاختبارات حتى ولو بورق عادية أو كتابتها على السبورة، المهم ننجز عملية الاختبارات وننجز عام دراسي كامل هو العام 2014-2015. جهزنا الاختبارات وكانت عملية التصوير للاختبارات صعبة جدا، يعني لا يوجد عندنا بترول ولا توجد عندنا كهرباء ولا ديزل ولا شيء. في الليل اتصلوا في بعض المدرسات قالوا أن المدرسة استوت فيها اشتباكات جنب المدرسة، اشتباكات بين مسلحين لا نعلم منهم وفصائل مسلحة. طبعا كان يوجد في المدرسة حارسي، اقتحموا الباب من المدرسة ودخلوا وصارت هناك اشتباكات.
لا ندري من أين جماعات مسلحة دخلت، وفي الأخير سيطر عليها الحوثيين. حاولنا في اليوم الثاني نتواصل مع الجماعات المسلحة اللي موجودة داخل المدرسة، اللي هم المتحوثين أو الحوثيين بالأصح. نتواصل معهم إنه كيف يدخلوا المدرسة وهي مدرسة المفروض لا يدخلوها في الصراعات اللي نتواجدها بينهم. لكن لا حيال من تنادي، الكل يأمر يأشر لنا يعني ارحلوا من هنا، ما فيش امتحانات ولا في مدرسة. أصبحت الميليشيا هي المتحكم الرئيس بالمدرسة المتميزة بموقعها الاستراتيجي، وذهبت من خلالها إلى تأمين خطوط إمداد جبهاتها ونصب القناصين على أسطحها، إضافة إلى تحويل فصولها الدراسية لمعتقل رئيسي لأبناء المدينة الذين مارست بحقهم شتى أصناف التعذيب. موقع مهم مركزي، لأن بداية للدمغة، بداية لطريقة الدمغة قبل صبر، وللجمهوري والمناطق عديدة ممكن يمروا من أمام مدرسة أروى. كان خط الإمداد حقهم أيضا، يعني يحموا بخط الإمداد حقهم الذي هو القاهرة، لأنه هناك كان خط نار من تحت من جامع الشيباني، كان حقهم الخط دائما من هنا من عند الاستراحة، كان حماية لهم. قناصة عملوا به، هدموا له قدمه، بعدين كانوا يشتوا يدخلوا البيوت، سرقوا بيوت هناك، وما خلوش يعني لحد حالهم. نصبوا مدافعهم، نصبوا اسم قناصتهم على أسطح المدرسة، وبالتالي من وزعوا قذائفهم على شتى الأحياء المجاورة، ما تركوا صغيرا وكبيرا، ما تركوا شيئا يمر ويمشي، لا تركوا صغيرا، لا تركوا امرأة، ما تركوا رجلا، ما تركوا حتى الحيوانات. حتى الحيوانات أكرمكم الله وعزكم أصابتها رصاصاتهم. نقول إن الضرب هذا أسمع صوت الرصاص، أنا وهاني الله يرحمه نسمع صوت المعابر فلتين. يقول لنا في ناس هناك مترسين، لأني كان أطلع على الجمهوري. كانت مدرسة دروة مصدر إشعاع، فجعلوها كسجد لأبناء تعز. كل من يمر بجوار المدرسة، تعال وادخل مدرسة أروى. حسبنا أنهم سيتعلمون وسيعلمون في مدرسة أروى، فإذا بهم يحولونها إلى من؟ إلى سجد، لأنهم يعيشون أصلا في كهوف. كنا نسمع بالليل تقريبا، أخي ركز بالليل يكون في واحد يقرأ قرآن بصوت حلو، فاستغرب قال الحوثيين هذا ما كده يقرأوا قرآن، يعني ركز إنه واحد يقيس الدعي بالليل، فركزنا إنه كانوا ذي المبنى اللي لجهتنا كان فيه بسجناء، فكانوا يعذبوهم بعض أحيان نسمع صوتهم. يوم لما ضربت الطائرة على القاهرة إنه حاول يمكن هذا السجين واحد منهم إنه يهرب للحارة، فهرب، فهم حوطوا المنطقة كامل. أراد الله إنه يهرب من المدرسة، لعند حوش بيت حوش هنا بالحارة، جلس هناك متخبي. الحوثي جاء وطلق رصاص على العيال اللي كانوا مخزين هنا، وقالوا إنهم هربوهم اعتقالات من شق وطرف، إنهم هربوا بالسجين هم. لما بعد دخلوا الحوش وفتشوا البيوت واقتحموا البيت هذا يدوروا عليه، حصلوا انه هناك وسط الحوش بين الشجر. نحق القحمليه هو تقزع امه لا تشوف كيف تبكي، ضاع هذا ما شافوا النش عاد. هو لما كلهم قفازه جاءوا بعدين الحوثيين وتهددوا انه عملوا سلاح لعند رجله، ضربوا رصاص، وكان يبكي الابن هذاك لو شوفه ما انحشه ما رحمه. مثل التواجد الميليشياوي في مدرسة أروى هاجس الرعب والخوف والقتل على أحياء المدينة، إضافة إلى العنف المفرط بحق المعتقلين هناك. هنا تطلب وضع حد لتلك العبثية، لكن تحصيناتها كانت قوية. في فجر الساعة الثالثة مدرسات يتصلن فيني ويقولن أستاذة المدرسة ضربت بصواريخ، 4 صواريخ. طبعا المدينة تعز كانت كلها السماء حمراء،
نتيجة كان هنا كان موجود داخل المدرسة في الساحة، أعتقد أنه كان يوجد بترول وديزل. فضربة الصاروخ أدت إلى اشتعال الساحة بمكاملها، وأنتم ترون المبنى في الحريق مسيطر على الجدران المباني. وهم كانوا يتخذون المدارس التعليمية، يتخذون المستشفيات، يتخذون أماكن حتى يتم قصفها من التحالف واسمه تنتهي تماما. وبالتالي اسمه بالتالي التحالف عندما رأوا الحوثيون يتخذون المبنى على ارتفاعه مكان يتصيدون به المارة، مباشرة قاموا بضربه. ضرب الطيران كان قوي جدا مجحف. مدرسة لا يوجد فيها أي يعني المدرسة لا توجد فيها بقول لك يعني مثلا أسلحة قوية أو صواريخ اللي تدعي لهذه الضربة القوية التي دوت لها مدينة تعز. أصبحت مدينة تعز أثناء الضربة كلها سماءها حمراء، يعني الضربة كانت قوية جدا. ألحقت عمليات القصف أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمدرسة، أدت إلى تهالك أجزاء كبيرة منها، فيما عناصر الميليشيا وآلياتها تؤكد الشهادات بأنها كانت على علم بالعملية منذ وقت مبكر، مما جعلها تنتقل إلى مكان آخر دون أن تتعرض للأذى. عام الخبرية قبل بأسبوع أو بثلاث أيام أو أربع أيام، لأنهم نقلوا المعدة حقهم والسلاح والأفراد وكلهم، لكن زمان مقابل المدرسة مع بقول المساجين، وقالوا بيوقع ضرب طيران، وأنا كنت أشتغل هناك بينهم مع أجلس. وش وصل المدرسة؟ كان فرد واحد اللي دخل الأكل ويرجع الأكل، يعني يدخل عند المساجين ويخرج بس. طلعنا في البداية دخلنا هنا شفنا الدمار الهائل والعبث في مدرسة أروى، شيء تدمع له القلوب. طلعنا للدور الثاني اللي أرى الإرشيف، وجدته كما هو الإرشيف بس الصخور متراكمة على الدواليب والأحجار كانت ثقيلة جدا، صعوبة إن إحنا لو شيلنا حجار ممكن نسقط إحنا والإرشيف، كان الإرشيف معلق. الحوثي يشكل خطر لا يختلف عليه اثنان، والطيران بهذه الصورة كذلك ما زاد عيبنا لعب، خطرنا على خطر. كان بالإمكان إن اسمه أن يتم التخلص منه، لكن مش بالصورة هذه، أن يقلب المدارس والمباني والمشافي على رؤوسنا، ما كان محقا في ذلك. ما تبقى شيء، ما الذي تبقى في المدرسة؟ هذا الركام الذي اعتليه أنا وأنت، هذا الخراب الذي اسمه يعني تراه بأم عينك، هذا ما بقي معنا. الأرض المبنى مسوى على الأرض، وهذه الأعمدة التي كانت تحمل السقوف ما بقي شيء. أنا وأنت نعيش في العراء، طالباتنا تدرس في العراء، هذه هي المدرسة، وهذا هو التحالف، وهذا هو الحوثي. لأكثر من عامين ظلت مدرسة أروى تحت سطوة الميليشيا الإنقلابية، حرمت الطالبات من مواصلة مشوارهن التعليمي في فناء مدرستهن، خاصة وأن الجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة في توفير أماكن بديلة لم تكن كافية لتوفير الأجواء المناسبة للتعلم بالصورة المثلى. بإصرارنا وحبنا للتعليم، ولأن تعز أرض الثقافة والحضارة، لم نستسلم لهذا الوضع المزري والذي كان له رد فعل سيء نفسي علينا، إلا أننا بحثنا عن مقر بديل وهو مدرسة تحفيظ مجموعة هال سعيد أنعم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وصلنا فيه درب التعليم هناك لفترة 3 سنوات. درسنا ببيوت تشردنا، ويعني ما كانش إحنا وصديقاتنا إحنا والأساتذة حقا إحنا تشردنا. جلسنا تقريبا 3 سنين ما أعرف ولا خبر عن صديقاتي، وبعد 3 سنين انصدمت ان هذه بيت احد زميلاتي بسبب ميليشيات الحوثي انهدت ودمرت فوق رؤوسهم، توفت صديقتي، البعض من صديقاتي انتقلوا الى اماكن اخرى، لم نستطع التواصل مع بعضنا، فرقت بيننا،
يعني بشكل كذا عام، انه ما قدرناش نتواصل من بداية الحرب مع انه نزوح وكذا، فما حدش قدر يتواصل مع الثاني. شاءت الأقدار أن تندحر ميليشيا الإنقلاب من محيط مدرسة أروى، وكادت الطالبات والمعلمات أن يتنفسن الصعداء بالعودة إلى رحاب مدرستهن رغم ما لحق بها من دمار وخراب، إلا أن فصلا من فصول المعاناة تجلت أمامهن مجددا وبأسلوب لا يقل خطرا من خطر الميليشيا الإنقلابية. اتصلوا قالوا المدرسة حررت ولم يعد فيها ولم يعد هناك ما متواجدين فيها مسلحين حوثيين. الارشيف اللي حق المدرسة بالدور الثاني لم يصيب، رغم انه المبنى سبحان الله كله دمر، الا ان الارشيف الدولاب حق الارشيف موجود، ملفات الطالبات وثائق الطالبات سجلات للمدرسة من اعوام سابقة قديمة جدا موجود. طبعا كان الوصول للمدرسة صعب جدا، انني اوصل للمدرسة والاقي سيارة او احد يطلعني للمدرسة. اختصرت بطرق فرعية، كان ما زال القناص موجود في القلعة، اعتقد في القلعة كان فيه قناص، وفي الشيباني وفي جبل صبر، يعني مناطق الشارحة اللي مقابل جوار مدرسة أروى كان شارع يسمى شارع الموت في قنص. حاولت اختصر الطرق الفرعية حتى اصل الى المدرسة لارى ماذا تبقى في المدرسة. قفلنا المعمل وقفلنا باب الإدارة المكتبة وقفلنا المخزن، وطرحت وثائق الطالبات في المعمل كثيرة كثيرة، كل وثائق ما أستطيعش أني أحملها أو أخذها للبيت. أسبوع فقط واحد طلعت مرة أخرى، تواصلت بالزميلات من الوكيلات والزميلات في المدرسة، طلعنا المدرسة أجي أشوف بدل الملفات كلهم في الأرض مبعثرة. قابلت من الافراد اللي هم الافراد المقاومه عبار يعني صغار في عمر الشباب، رعان الشباب، يعني الواحد يجي يقول عمره يمكن 14 او 16 سنه، يقول لي يا استاذه هذه الوثائق حق الطالبات بتحرق. ليش يا ابني بتحرق الوثائق؟ صور الطالبات موجوده في الملفات. طيب انت ليش تشوف الملف اللي فيه بصور الطالبات؟ هذه وثائق طالبات درست من صف اول لصف ثالث ثانوي، حرام، اتقوا الله. دخلت الملفات في إحدى الغرف وقفلناها بقفل مرة أخرى. المكتبة ضخمة جدا، تحوي على كتب في علم النفس، في علم الفلسفة، في علم المنطق، في التاريخ، في الجغرافيا، في العلوم، في القرآن. مكتبة عمري أنا درست في المدرسة، عمري ما شفت مكتبة كمكتبة أروى. فيها مخطوطات تاريخية عظيمة. أنا درست في التاريخ، درست الاجتماعيات، وكنت أرجع إلى الكتب في المكتبة. يقول لي أحد الأفراد من المقاومة، طبعاً صغير جداً، هذه الكتب تكفيرية، هذه الكتب سوف تحرق. يا ابني هذه كتب تعليمية يعلموها في المدارس في الجامعات، أنت أين درست؟ يقول لي أنا درست في أروى. قلت له درست في أروى وتعمل كذا في مدرستك، المفروض ترد لها الجميل وتحافظ على الأشياء الموجودة في المدرسة. قالوا لي الجماعة يا أستاذة ما ينفعش إلا غير إنك، طبعا الجماعه مسلحه، انك تلحمي الابواب حق المكتبه والمعمل. طبعا كانت هي من قبل يعني الخارجين على النظام والقانون تم الاستيلاء عليها، ولكن في رمضان تم تسليم المدرسه لنا، وايضا وعدونا بانها سوف ترمم وتعود التعليم فيها. طبعا شعور كان شعورا لا يوصف، بعد ان كانت مدرسه مزهره، مدرسه يفتخر بها، دخلناها وهي خراب مدمر، كان شعور لا يوصف، شعور مأساوي لأنها تعد بيتنا الثاني. تبعات متراكمة تسببت ميليشيا الإنقلاب في إيجادها في فناء مدرسة أروى، خصوصا وأن الشواهد تشير إلى أن القصف الجوي كان مفرطا، إدارة ومعلمات وطالبات ومجتمع. فتحنا المدرسة تجد أن الطالبات لما يشوفها الدمار يخافن، في طالبات كانت
تصيح بصوت عالي وتشتي تروح تدور ابوها وامها. خاف شافت الحريق اللي هي موجود على الجدران، فقالت انه بيضربوا المدرسه وبتحرق مره اخرى. فهذا يعني الشيء اثر في نفسيه الطالب اثر كبير لداخل قلوبنا. تيجي للمدرسه ما يعني الوضع نفسه ما يهيئش انك تتعلم، تشوف الدنيا الدمار الخراب داخل المدرسه، ما يهيئلكش الوضع انك تدرس وانت مرتاح، تحس بقلق، تحس بتوتر. يعني الوقت والمكان مش مناسب للتعليم. كانت المدرسة كبيرة، كانت ما شاء الله مليان المدرسة والأساتذة تمام، ودالحين ما عاد فيش إلا المبنى ذاك بس، هالدمار ذا كامل. انصدمنا بوجود كل هذا الدمار، انصدمنا بوجود كل هذا الخراب. عدنا لنتذكر ماضينا، عدنا نتذكر صفنا اللي كنا ندرس فيه لقيناه مدمر بالكامل. عدنا نشاهد ذكرياتنا داخل هذه المدرسة لم تعد موجودة، كل شيء تدمر داخلها. تخيل طالب بنفسيته البسيطة، بنفسيته الشفافة، يهدم منزله، تهدم مدرسته، يهدم يعني يصادر الكرسي الذي كان من يجلس عليه، سبورته التي كان يتعلم من خلالها ويرى من خلالها أن ويرى النور من خلال ذلك السواد الذي كنا من كان يتعلم اسمه من السبورة، ذهب كل شيء، اسودت الحياة. يعني تخيل الإنسان يرى من يرى ذويه يقتل أمامهم، يعني تخيل أنه يعني مباهج الحياة انتهت من أمامه. ما الذي يعني نفسية متعبة مرهقة إلى أبعد حد. نحتاج إلى فترة إعادة تأهيل للمدرسات والطلاب، إعادة تأهيل وإقامة دورات للدعم النفسي اللي تقوم بها الآن التربية، دورة الدعم النفسي للطلاب والطالبات حتى ينسون الحقبة السوداء التي مرت على وطننا الحبيب اليمن، وبالذات مدينة تعز التي تضررت تضررا كبيرا من هذه الحرب المدمرة. أناشد من لهم يد في تدمير اليمن بأن يوقفوا، فهذا لن يعني الآن صح هم يرغبوا شهواتهم بالتدمير اليمن بالحروب وكذا، بس بعدين فين بيروحوا من حساب رب العالمين؟ فين بيروحوا من دم الشهداء اللي توفوا؟ فين بيروحوا من دم الناس اللي راح دمهم هدر؟ فين بيروحوا من دم الأطفال اللي انقتلوا من القذائف اللي سببت بدمار بيوت كثيرة، سببت بدمار أناس ما لهم حتى دخل بالحرب؟ مسخ فكري وطمس هوية أرادت ميليشيا الحوثي وصالح إرساءهما في مدينة العلم والثقافة، وعندما لم تستطع إرساءهما كفكر حاولت اقتلاع منابع العلم من جذوره. وبالرغم من ذلك لم يستطع الجهل والتضليل أن يجد له موطنا في بلاد العلم والثقافة.